شايف ابو بدر؟ ان شاء الله بيعيش والديه. يا تاب يسلم ابو برزوق. الله معك. الله يخلينا اياك. لك شبك مالك شايف؟ الله يخليك يا سيد معتز، يشهد علي ربي ماني خايف. الله يخليك. والله على عهدي. تفضل تفضل سيد معتز تفضل. فوزية فوزية يا فوزية. نعم الله راحتي الورا. لك فوزية فوزية. يا شيخ عم تبعك الله لك يا شاطر غلوانك لهلا. يا شيخ عم تسأل يا سيدي والله طعمها خدي من ايدي احسان. عن حقك بتي فوزية؟ ايه رح اموت من رعبتي كمان اشوف كيف عم برجوك. إيه لا تخافي عم بمزح معك. انا مالي بابا. هات من ايدك هات. شو طبختي لنا اليوم؟ ما طبخت شيء، كنت بزياره عند انت وفيق. طيب ليش ما طبختي بعد ما رجعتي من عندها؟ ليش عم ترفع صوتك علي؟ لا ما عم ارفع صوتك عليكي، لا قصدي صوتي عليكي. طيب شو اعمل؟ انا جوعان هلا يا فوزية، شو بدي اكل؟ هلا بساوي لك شوربة عدس وكم زيتونة وخلصت القصة. يا ربي شوربة عدس بنص الصيف. وشو بهاي بعدي شوربة العدس؟ دخلك امك شو كانت تطبخ لك؟ لا ما بشي، طيبة كثير، انا كثير بحبها من بين ايديكي. ايوه، روح غير اوعيك روح. الله يرحمك يا امي، وقت كنت تقليلي انه فوزية شطاطة من بيت لبيت ما صدقتك وغصبتك تزوجيني اياها. شو عم تبربر؟ لا ما بشي، عم اقول فتيلي خبز بقلب الشوربة مثل ما كانت تعمل امي. يو دخيلك انت وامك، لك حطقني. لك يلا تحرك، ليش خايف؟ مالي خايف. لك عم تحرك خلصني. فوتي انتي لجوا وسكري لي الباب، لسا الناس رايحه جايه. فوتي. الواه رعبتني والله. خلي هذا عندك هلا. ايه هات يا رب يا رب ما يكون معتز بالبيت، ما بدي اعمل معه بلا. شو عم تعمل هون قدام الباب ولا؟ لك شو عم تعمل هون قدام الباب؟ لك احكي. بدي اطلع. لوين بدك تطلع؟ بدي اطلع على السطوح. شو بدك تعمل على السطوح؟ لك احكي. بدي ركب المزراب. ليش هلا ما ركبته؟ لا والله ما ركبته. وليش لهلا ما ركبته ولا؟ ليش لهلا ما ركبته؟ ما شفت هذيك المرة. استناني هون. حاضر. ديروا شكلك مناح. أمرك. وينكون؟ يا مو؟ لحدا يطلع على أرض زيار. ليش رجعت لك ابني؟ ما في شي، هذا جارنا أبو بدر، بده يطلع يركب هذا المزراب البطيخ المسمير. وضروري هلا يركبوا، انا جاييني نسوان. ايش علي يا مو معلشي، هلا بيركبوا بساعة زمان وبيخلص. يلا فوتوا لجوا فوتوا. العيب بسرقوا هو ومرته. يا مو جميلة لا تطلعي من الأوضة. وانتي دلاء شو صار معي؟ اي امو ليكي رح اخلص. يلا عمي خفية. اضرب انا الحظ. قديش بدك تركيب المزراب؟ سي ما تنسي ربع ساعة. ربع ساعة كتير. أنا معلم تركيب المزاريب. عمل لك كتير، لأنه بدك دقيقة لحتى تطلع على الدرج عسلهم على البطيخ وبدك تنزل. يلا حاجتك 10 دقايق. يلا روح. حاضر سيد معتز. أوام أبدر. تعرف إنه جيرتك كلياتها ما لها عجبتني وجاي على بالي بدلك بجار تاني؟ طول بالك سيد معتز، بدك تتحملني. شو بدك تعمل يعني؟ أنا جاركم من لحمكم ودمكم يعني كل هالحارة. بتعرف أنا من وقت ما خلقت أنا موجود بهذا البيت. حتى اسأل أمي الله يخلي لك إياها، اسأل فوزية. يلا روح من خلقتي، روح على شغلك درميل. حاضر سيد معتز. حاضر. شو قصده معتز إنه مو عاجبته جيرتنا وبده بدلنا جيران تانين؟ ولا
قامتك يا فوزية. أحلى معتز يشتري البيت، والأحلى من هيك إنه أبو بدر يبيعه يا أخ. من هيك رجعوا الأخ. أخ أخ منك يا أبو بدر لو تقدر توقفهم عن تحدهم. ليش لا؟ لك أبو بدر رجعوا نص وبيوقفهم عن تحدهم وزيادة. أنا بفرجيكن، أنا بفرجيكن يا بيت العصام. يا مو شو صار معه؟ رح نختنق بالمطبخ. يلا يا مو يلا. ولك شو صار معك ولك أبو بدر؟ لسه ما خلص تركيب البطيخ ولا؟ يلا يلا رح نخلص. تكي وحدة سيد معتز عندك كوساية. الله يجيبك يا طولة البال، الله يجيبك يا طولة البال. يا مو يا مو معتز، إذا بدك أنت روح على الدكان. لك شو روح يا مو شو روح؟ وهالزغب اللي فوق. لك يا مو نحن ما رح نطلع حتى يروح. لا مالي راي، مالي راي، قاعد هون، مبلط له هون. ايه مثل ما بدك يا مو، مثل ما بدك. لك شو صار معك؟ كوساية تانية سيد معتز، كوساية تانية. كوساية تانية. ويلا! أبو بدر؟ لأمتى معتز بده يضل عم يتنطوط عليك أمتى بدك تصير رجال أمتى؟ ليش أنا مو رجال؟ رجال بس مو مثل رجال الحارة. أنت الحق عليكي. بشو يا بعدي؟ أنت بدك الكلمة إلك بالبيت وحتقول بتخاليني قدام ابني، وأنا كرمالك ما عم بعمل بلا يا فوزية. ولك أنا بدي إياك تصير رجال عن حق وحقيق، مش تهي أشوفها منك. طيب شو سوي بحالي؟ ما بدي اعمل بلا بالحارة وروح على القلعة، فأنا بخاف اتركك لحالك يا فوزية. لك يا ريت تساويها يا ريت مناي. بدك تعرفيني يا فوزية؟ بدك تبعتيني على القلعة؟ لك يا ريت يا ريت تساوي لك شي خناقة بهالحارة، حس فيها انك رجال. لك هي بسيطة، بكرة بعمل خناقة مع محمود لبعيبي، بجيب عجله وبأرجيكي من انا. هلا من كل رجال الحارة ما لقيت غير هالمصوفن ابو محمود تعمل له قتلة. طب شو بعمل؟ هذا رجال كبير ومقدر وكل اهل الحاره بخافوا منه. يا ربي شو ساوي انا؟ شو ساوي انا على هالبلوه اللي بناتني فيها؟ شو ساوي؟ اسمع ابو بدر، من هون ورايح اي واحد بيتطاول عليك بالحاره او بيقول لك كلمه زاحله بدي اياك تضربه على تمه وتكسر له اسنانه. فهمت ابو بدر؟ اذا انت هيك بدك مثل ما بدك. لك مو مثل ما بدي، مو مثل ما بدي. خد شورك من راسك اتركني انا على جناب. لا معقولي انا ما اسمع لك كلمه ولك فوزيه؟ يا ربي شو ساوي؟ شو ساوي؟ مثل اللي عم يغني بالطاحون. لك اضرب انا وهالجماعه، اضرب اضرب حظي. ليه زعلان؟ والله ما حكيت شيء بزعلها. اسمع ابو بدر، يا بتصير رجال يا اما فوتي على اوضه النوم ما عاد لك. وين بدي نام؟ نام بوضه بدر يا بعدي. شو علي؟ بنام مع ابني بدر، بس بكره بس تشتاقي له بدك تروحي تنامي معه. وساعتها بنام لحالي بالأوضة. شو عم تبربي؟ لا ممشي ممشي عم أقول لحالي بدي أكمل تقشير بطاطا. فوزية تعي سكري الباب وراي. يا عيني يا عيني، لك ما يبلى الرجال إلهي. ايه شوفي الفوزية، هيك أحسن ولا هيك أحسن؟ لك وين ما بدك حطه حطه. مشان تعرفي مين أبو بدر. شو بتقبرني؟ الله يوفقك، بتعد للعشرة قبل ما تطلع هذا الخنجر، ما بدنا تتبلع العالم على الرايحة والجاية. لا تهكلي هم فوزية، بعرف عد العشرة. ايه تقبرني؟ ما بدنا حدا يزعل منا ابن عمي. ايه ما رح يلحق يزعل، لأنه ما رح يلحق يحكي، اللي بده يحكي معي بدي شركه تكري. ايه طول بالك. اللي بده يرفع صوته علي. طول بالك طول بالك. لسه ساكت الكبير والصغير بالحارة وكلهم شاني. يسلم شانك يا حق. يلا تعي سكري الباب وراي فوزية. لك مو على راسي يا سبعي، خليلي ياك إلهي. ما تروح شبك واقف. لك شو من واقف؟ عم شوف يعني. بعدين خلصنا فوتي لجواتي وسكري الباب وراي. حاجة أسئلة بقى طعمي. فوتي شو هاد؟ مع السلامة تقبرني. ما تبلى إلهي. راح حق امي لما قالت لي انه المره ما بتنعطى وش. بس شو بدي يعملوا لي علي وعلى حظي؟ والله عشتي وشفتي جوزك رجال يا فوزيه. يبعت لك حما يا فوزيه؟ احلى هذا يقلل عقله ويعمل له شي خناقه بالحاره. والله بيعملها، اصلا عقله جوزتين بخرج.
أنا الحق عليه، الحق عليه اللي خليته يطلع بالخنجر على الطريق. يا ربي شو بدي ساوي؟ يلا خليه يجرب، بركي العالم بتصير تستعابه بالحارة وبيقولوا عنه صار رجال. وانت ولا لك حاجة نايم مثل القطاع تنبل، لمين بدك تطلع غير للي خلفك؟ قوم قوم حوس بين ايدي قوم. أهلين أب بدر، شو صاير رجال؟ رجال غصب عنك انت وياه ولا؟ الف على الكوع يا مصروع. وعيت اقول لك شي عرق يا سلق. لك ان شاء الله بتطق مرارتك انت وياه. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة ثمانية ثمانية، لا في غيره، لا واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة. لك روح يلا يرضى عليك يا فوزية مثل ما علمتيني العدل العشرة، ولا كل شركته للرجال. سلام. أهلين أبو بدر. أوف 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 أوف، شو هذا اللي على خسران؟ شو شايف ولا سلام؟ خنجر. روح لكاسة وميلي كاسة الشاي، وبلا لعي ولا طعم ولا سلام. يلا يا عود عود بلا مسوكة عود. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة ثمانية تسعة ثمانية، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة. ليش لا؟ أبو شهاب رجال وقبضاي، مو مثل صهري تشتوش. إيه لا انتي التانية، ما في تشتوش وجوزي ابو بدر موجود. إيه لا جوزك مو تشتوش، طرطور. اما عصام ما نطالع لخاله ابو شهاب، لك حتى لاخوه معتز ما نطالع. لك والله المرة ما بتحب الرجال التشتوش. ايه والله المرة منا لا بتحب الطرطور ولا التشتوش. اخ اخ يا فريال خانوم، على ما يجي شي نهار يلطشني فيه ابو بدر كف على بوزي اللي استاني والله ابلان. بدر واقف عندك. انت ما كنت رايح على بيتكم؟ ايه بلا بلا كنت رايح. ليش لما شفتني لفيت وبدك ترجع؟ مو مشان شي، مو مشان شي، مو مشان شي. لا اكيد في شي، يا اما شكلي مو عاجبه، يا اما في تفنجي عاملها وخايف تواجهني. يعني في شي من هالشي. وشو هو هالشي اللي من هالشي؟ شوف يا سيد معتز، الله يسرك، انا صاير خلي عم يطلع بسرعه. الله يوفقك، هذاك اليوم بنجتمع جماعه دوامنا. الله سترك الله ستر، لو ما هدف علي كان دبلشنا وراحت علينا. هلا انت صاير عم يطلع خلقك. ايه والله يا سيد معتز. ولوين عم يطلع خلقك بلا صغرة؟ لرقبتي. من عند الجوزة ولا من عند النقرة؟ لا والله من عند النقرة. وشو هو اللي عم يطلع معك؟ الحكة. وانا شو دخلني بالحكة؟ ما انت سبب الحكة اول مرة، ما بتتذكر وقت استفقتني طيارة على نقرتي سطحتني فيها على الارض؟ لك يوم الغسيلات وقت كنت انا واقف على الاسطوح عم انشر الغسيلات لمرتي فوزية. ولك صحيح انت شلون تنشر الغسيلات لمرتك؟ اه شلون تنشرون؟ هي بسيطة كتير، زي خلق لك شلون، بجيب طشة الغسيل بحطه هيك في الارض، بس نعمل واعة هيك وبنفضى اول نفضة وثاني نفضة وثالث نفضة وبرمية على حبل الغسيل، بس برجع بستعمل واعة الثانية. والأكثر شي بتعذب فيه هن الشراويل، لأنه بيجوا كتير هيك كبار، بعصر فيه وعصر فيه وعصر فيه، هيك حتى ينشف، بفضى اول نفضة وثاني نفضة وثالث نفضة وبرمية على حبل الغسيل. هلا هو أسهل شي عندي هو الإجرابات، لأنه أول نفضة والثانية برمية على الحبل. شو وين راح؟ لكي قوم بقى من خلقتي، هلك كتيري قوم رجع نام بلا سهلي. لك شبك؟ ما بلا شي. ليش ما رحت على عصر النسوان؟ ما عزموكي؟ وانت ليش ما رحت على تلبيسة الرجال؟ ما عزمني ابو شهاب. ايه ما له حق، لازم يجي بذات نفسه ويعزمك، تقبر قلبي مو صرت رجال انت. ايش اسم عزيمة عرس لك؟ صاير رجال وعم تقيس حالك بالخيط يا بعدي ومالي درياني؟ عيب عليه، عيب عليه يعزم رجال الحارة كله وما يعزمني. بكره من بكير رايح قدام بيته بدي بهدله. بدك تروح على صباحية عرسه للرجال وتبهدله؟ امتى بدي بهدله كان؟ امتى؟ دق الحديد وهو حامي. ادق الحديد وهو حامي وروح بهدله هلا، اسم منه قاعد ومصمود قدام رجال الحارة. يا مو حلوة بهدله قدام الناس يا فوزية، خاف يزعل مني. ايه لا انت ما بدك يا يزعل منك، بس اذا رحت بصباحية عرسه وبهدلته ما رح يزعل. اف يا تلعبي وز. ما حذرت، حط ايديك انت.
بدر يا مو الله يحن عليك. بتروح لعند الخضري ابو مرزوق بتجيب من عنده جرزه كزبره وبتقول له ايدها على ابو بدر. شو بتقول له؟ جرزه كزبره. مالي سمعاني؟ جرزه كزبره. إيه كمان مالي سمعاني؟ انا ما فكرتيني اطرش مثل ابي جرزه كزبره. ليه تقبر قلبي؟ روح بسرعه البامي على النار. روح ابو بدر. يا ابو بدر ابو بدر شو عم تعمل هون قدام الباب ولا؟ شو عم تعمل هون قدام الباب؟ شو بدك مني؟ وليش ما بقى راسك لجوات البيت ولا؟ مالك شايف الباب مفتوح؟ ايه وانت شو دخلك؟ انا شو دخلني؟ وينه هالصبي؟ والله طوال لا بينبعد مشوار لا هو ولا ابوه. شو هالصوت اللي بالحارة؟ خير ان شاء الله. ولك انت شو انت؟ هني مسرق كنا ولك هني مسرق. يا ندل يا ندل يا كرم والله لعلمك الادب. انت مالك رجال ولا انت مالك رجال؟ شو مساوي؟ شو عامل؟ هذا الواطي باب الجره مفتوح ومنبه راسه عم يتوسط على الحريم. العب يا ولد. لك قاتل بعد تبين انه شو بعد بعد حط الحريم والامن الكل. بقول طلع خالو. شو قلتوا لبدر؟ ادخلي يا تاس ولا خالي؟ لك ادخل خالك ولا؟ والله خالي فايز. وش كان خالو؟ ما بيجوز يفوت راسه لجوات البيت. طب لحماي فايز مين مشعلك لك؟ مش تفوت مشعلك؟ ولا بدر؟ علمه تاني مرة لابن حماك لما بيشوف باب بيت مفتوح يرجع يسكره ويدق الباب مو يفوت راسه لجوات البيت. لأنه تاني مرة بقصله له. يا فهمت انت وياه؟ مرة تانية بتفوت راسك قبل ما نلح من خلطي. نلح أهلين أهلين فايا شرفت. أهلين حبيبي طلع خاله كأنه طلعنا شوي. شو بيعرفني أنا؟ سلامتك يا اخي سلامتك. يبعث لي حمى عليك ان شاء الله. يبلي بتكسير ايديه هالمعتز الهي. لك وطي صوتك فوزيه. احمدي ربك انه نقطت هيك. نقطت هيك؟ شو بدك اكثر من هيك؟ يموتوا يعني؟ لك ما الحق على اخوكي. هو تعالي الله يصلحه. ليش مفوت الباب بنص راسه؟ كان يدق الباب ويوقف على جنب. هلا صار الحق على اخي يا ابو بدر؟ بعدين باب صار ليش كان مفتوح يا فوزيه؟ ليش كان مفتوح؟ بدر راح يشوف لي كزبره وانت نايم، وانا نسيت رد الباب وراه. نسيت ترد الباب ورا؟ لك من كانوا اهلاتك؟ يبعث لك حمى براسك. اعتذر علي يا ابو بدر، الا صار الحق علي ما هيك؟ ايه معلوم، الحق عليكي ولازم الاكله تكون لك، وهلا بدي اعمل لك اياها. اسمع اخي اسمع، سبعي بده يضربني يا بادي، اسمعوا يا اهل الحاره. من امتى جوزك صاير رجال؟ انا بعرف. انا رجال بكل عمري. فهمان ولا؟ اسكت ولا؟ ليش عم تقول اخي ولا ابو بدر؟ ابلا ولا ستي ولا تضربي انت وياه ولا ما معتز طلع الاكله كان لازم انا اعطيه اياها وهون قدام اختك تضرب انت واختك اعلاكم صوصين بخرج. طلقتوا قتلي لابن حمالي ابو بدر؟ وشو بيعرفني انه هو ابن حمالي ابو بدر؟ انا شفت واحد داحش راسه جوات البيت. اساله مين انت؟ ما تحملت حالي شوف واحد داحش راسه لجوات البيت عم يتلصص على الحريم عمي. واليوم وبكره وبعد بكره اذا بشوفه هو بذاته داحش راسه لجوات البيت لاطرق قتلي حشكو لبك علمه فيها شلون يدق الباب. وكمان بدك تقتله قتله ثانيه يا معتز؟ اي نعم عمي، وبدي كسره تكسير. اسمع ابو حاتم، معتز عمل اللي لازم ينعمل وهداك بيستاهل. شلون ابو حاتم؟ ابو بشير المفروض اللي بده يجي لبيت الثاني يستأذن ولو كان من اهل البيت، مو يدحش راسه دحش. ايه بس الرجال جاي لعند اخته. ما اختلفنا، يعني اذا حدا من حريم الحاره عند اخته وقاعدين بالقرعة معلش يشوفونا ببشير. يا عيني عليك يا عمي ابو حاتم، شو انك اصلي وبتفهم علي. تنعت عمي ابو بشير؟ والله كلامك جواهر يا ابو حاتم. ان شاء الله ما صار له شيء. لا عمي لا، شويه خرمشه هيك على خلقته. يعني ما في كسر بايده ولا جرح بوشه ولا بدنه؟ لا ما اذيته، بس المره الجايه ان شاء الله بدي كسره تكسير.
لا حول ولا قوة إلا بالله. المرة الجاي عد العشرة قبل ما تستعمل إيدك، الله يرضى عليك. أمرك عم يا أبو حادي. الله لا يخزي حدا. افتحوا أبو بدر. ما بفتح. عم تسبني قدام أخي يا أبو بدر، ما هي؟ صدقيني مو بقصدي يا فوزية. مو بقصدك؟ ومو قلت كمان إنك بدك تضربني؟ إن شاء الله بتنكسر إيدي قبل ما أرفع عليك يا فوزية. ولك جربها، جربها شي مرة واحدة بس مو نايم، افتح. شلون يعني يا فوزية؟ مو شي مو شي، أنا فرجيك يا أبو بدر، حسابك عندي، وكل كلمة قلت لي إياها قدام أخي رح حاسبك عليها، لك اطلع عامل لي حالك رجال بدك تضربني، اطلع فرجيني عضلاتك، لك افتح. قولي على أمتي يا فوزية. 100 مرة، أنا فرجيك يا حريمة. ها؟ وهي قاعدة لشوفك هتطلع ولا لا؟ قدام القتال يا سادة يا كرام 20 يوما، والضرب شغال بالرمح والنبال. كمل عم يا ابو عادل كمل. وفي اخر ليل 14 شوال يا سادة يا كرام تم بعون الله تسليم القلعة للملك الناصر صلاح الدين، دخلها فاتحا منتصرا مع جيش الأشاوس، دخلوها وكانوا كتير فرحانين بالنصر. ومحمد غواليك أبو بدر، حكاية عنتر مو أحلى من الحكاية؟ لا هاي الحكاية أحلى من حكاية عنتر. روح يا والله مو عارفان شي، مو عارفان ربك وين حاطك، مثل الطرش بالزفة. صعبت انت ابو غالي بنفع سنك. شو بالك بشير، عم نعطي راينا للزلمه، بعدين شو بالك كل ما بحكي كلمه بتطلع لي سنجة حرق. مقروق منك ومن كلامك. وليش شو عامل لك؟ روح من وشي روح. سعيد ما تكون صاحي. لك انت ما رح تزوق على دمك ولا؟ عم يقول لك اطلع لبرا يعني تطلع لبرا، احسن ما خربط لك وشك. وشو عامل لك انت الثاني؟ ليكون عاقلين مال ابوك ومالنا عرفاني. ولك اذا بتشي مسيره تبيع على لسانك بدي اوصل لك راسك ولا؟ فرص رضاي عليك عندي. ابو غالي اذا مو عاجبتك الحكايه اخلي المطرح يلا على السريع. طالع بس يا عيب شو معلم بقدر المعروف. استغفر الله العظيم، الله ينسى مساك مثل ما نزعت مسانا. كمل ابو عادل كمل. ماشي يا اب بشير، هلا حطيتك ببالي. قلت لي مقروق مني، امو على عيني، امو على راسي. بقى افتح الباب يا فوزية، افتح الباب، ان شاء الله افتح الباب. ما بدي، خليك برا وارجع مطرح ما كنت. سامحيني يا فوزية، صدقيني غصب عني. ما رح فوتك على الاوضه لحتى تسمع كلمتي وتقول لي وين كنت. صدقيني كنت بالقهوه، افتحي الباب بقى. كنت بالقهوه؟ وليش ما قلت لي اه؟ ولا انا رجل كرسي بهالبيت؟ والله ما حسيت حالي الا وفايت على هواي، خلص مو عندك ما عاد عيدها. ماشي، رح سامحك هالمرة، بس بشرط انك تسمع كلمتي وتصير رجال عن حق وحقيقي. خلص فوزية، مو عندك انه تصير رجال عن حق وحقيقي وعلى كل الناس، واذا بدك بصير رجال عليكي كمان. مناي، مناي، مشتهية شهوة من رب العالمين انك تضرب حدا كف. لك ما عندي تحدي على حالك؟ لسه على البيت والطلعة تسأليني وين رحت؟ وين جيت؟ وين دخلت؟ وين طلع؟ يبعد لك حبة يا أبو بدر، شو سويت بحالك؟ عم تضربني يا أبو بدر؟ لك ما تعاود إلا علي؟ أنا فرجي وليا علي البيت مين مالك؟ يا الله يتذكرني يا مرحبا برزوق. شو بعينا؟ انا من نوم. اي منفوخه مثل الخوخه. اه لا ما بشي ما بشي، بس الظاهر انه انا يعني انطرقت وانا واقف بالمطبخ عم بحكي مع مرتي فوزيه. وشلون انطرقت؟
شلون يعني؟ وانا طالع من المطبخ فركشت هيك وبعدين فتت في الحجر هيك. ان شاء الله معافى، بس هي مو ضربة حيط سيدي. ما دخلنا. ايه سيدي شو بدك هلا؟ صاي شو كان بدي انا؟ والله نسيت. ايه رط البطاطا ورطلين بالهدورة. تكرم عينها. الله يصلحك يا فوزية، كنت تقولي لي انه عيني مخوخة من ضربة ايد جرن الكبة. يلا برزو ايدي والله عم توجعني. فوزية فوزية مشان الله افتح الفوزية. لك وين كنتي يا شطاطة؟ يخرب بيتك من حالك، احفيت رجليها امزكي وهي عم تدور عليك. قال بدها تعمل لك قتلة من كعب الدست. يا اجيت لعندك من غير حارة، غير طريقي. يا لطيف يا لطيف، شو معباية منك يا لطيف؟ تقولي قتلتي لابن امه هيك. لشو عملت لها انا؟ قال من مزاحنتك لسعاد خان وقت كتب كتاب خيرية بنت ابو خاطر. كل اللي سويته ظل غطط، لشو الزعال؟ اسكتي اسكتي، حارتنا ضيقة ومنعرف بعضنا. فوزية بعيني هي اللي بدها تاكلها الدود شفتك وانتي عم تزاحنيها لسعاد. ايه والله فرحت لها للبنت من وسط قلبي، اجاها بخت احسن من ابن سعاد بألف مرة، شب مشورب مال وعز ودلال، مو احسن من ابنها لسعاد اللي عم يتعلم كارل طهور ومات ابوه ما تعلم منه شيء. يو وشلون عرفتي انه عز ومال ودلال يا بعدي؟ سألت اخواته للعريس، قالوا لي هذا اخر شب عزابي عندهم ومدلل امه وابوه يا بعدي. مدلل؟ قال مدلل دلال، ما في حدا من جيله مدلله. المهم انا عم بقلك ديري بالك من امزكي. لا مالي خايفه من امزكي، اصلا امزكي بتحكي حكي في ريال خانه ما بتعملها. ولا بتعملها؟ تصطف لي، انا اللي علي عملته ونبهتك. فوتي يا بفوتي. فوتي خير يا فوتي، لا تستحي مني. فوتي فوتي يا بفوتي، فوتي ضيف القهوة لابن عمك. ان شاء الله بيسلموا هديات. يسلم ايديك يا ريم. وين خيري؟ وين؟ وين رايحة؟ ما بصير هيك. عادي يا ري عادي، كمال رايد يشوفك. انت هلا حلاله. تفضلي خيرية، هي جايب لك اياها الك خص نص. شو بكي خجلانة؟ انا جوزك، بكره بدنا نعيش سوا. خدية خدية من ابن عمك يا ريم. وين خيرية؟ خيرية؟ عود يا ابني عود. ليش عم تبكي؟ كان بده يمسك لي ايدي يا سارة، كان بده يمسك لي ايدي. ما فيها شيء. قال ما فيها شيء. ولك كيف ما فيها شيء؟ اه كيف ما فيها شيء؟ انتي مرته. لك انا ما بدي اتجوزه يا سارة، ما بدي ما بدي اتجوزه. لكن شو؟ ما بعرف ما بعرف. بكرة تعيشوا سوا بتحبي؟ اهلين امزكي. مرتك جوا؟ فوزية عم تحط كسر صفرة. كمان عم تحط كسر صفرة؟ هلا بتخاكلي معنا لامي من هالكسر صفرة. ايه روحك بعيد 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 عن الباب. يا لطيف شو نزل امزكي؟ شو تحدي لك يا مرتي على هيا 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 ه
لك قتله ثانيه، انا بورجيك بس. اذا لعبوا بيتي يا عطاره يكسروا ايديك يكسرني لي بدني. هلا ما تخليها خلاص انت ان شاء الله بتدخل على الموعده، ذاتي ما حدا كبر راسك غير راسك هالمطربخ طربخه. خالي هيك بحلمك. السك السك امسكي السك. هيك السك سك اسنانك يا حريمه، فيك عليك. والله فشت لي قلبي هالامسكي والله. لك مين ما اخذت المقشه معها؟ الحمد لله على سلامتك فوزية. لك ولي على قامتك يا فوزية، ولي على حظك، ولي لك ولي على قامتك من بين الرجال. شو بدك كان يعمل يا فوزية؟ هي ما خلتني اقرب عليكي مشان فكك من بين ايديها. ما خلتها؟ ولك انت لازم تهجم عليها. اهجم عليها؟ لك انا شو دخلي من بين النسوان؟ اسمعوا علي هالسبعة اسمعوا، لك انا مو مرتك. لك عيب يا فوزية عيب، شو عم تحكي انت؟ عيب عيب، مد ايدي على حرمه، شو بدك رجال الحارة يشرشحوني؟ ولك هي حرمة هاي؟ حرمة؟ شلون لكان؟ ما شفتيها لابسة ملاية؟ بعدين بدك يعني يصير قصة ورواية على كل لسان بالحارة؟ بدك هيبتي تروح قدام الزلم؟ أنا ما بعمل هيك زحلة، ما بعملها منوب فوزية. يو يو دخيلك يا أبو هيبة، والله ما عرفتك. لك أنا أبو بدر مو أبو هيبة. بلا شو؟ والله لك قولي على حظي منك، قولي على قامتك من بين الرجال. إيه؟ إيه أمرك فوزية، أنا جاي على بالي مجدرة، فايت إن عقلك برغلات، إيه؟ يا بني، الله يسامحك، الله يسامحك يا أمسكي. لك المسكين ما وصل 75 سنة. الله يرحمه. بس ترك مصاري هالقد ها؟ إيه الله يرحمه. يا حرام يا حرام عليك، يم إبراهيم كتير كتير زعلان علي سمعت لي. الله يرحمه. بس بكرة بتنسى بسرت. الله يرحمه. آخ هالمسكينة هالمسكينة ترملت على صغر بينها وبينها ما في 3 شهور. الله يرحمه. فوزية قولي تتجوز بعد منه؟ انت شو رأيك؟ والله ما بعرف، انا عم اسألي. الله يرحمه. قولي على عمتك يا فوزية، ليش عم يسأل عن ام ابراهيم؟ قيلة بلي اكل الشحري واللي بياكلها من عند ابو غالي بيرفرف وبيطير. مرحبا ابو غالي. اهلين يا بدر. يا ريان احمر يا ريان. مرحبا برزوق. اهلين ابو بدر. الله يخلي لي اياك، بدي تشكيله خضره، حط لي كل شيء فيه من عندك. شو بدك يعني؟ مرتي بدها تطبخ خبيصه. يعني الطباخ روحه. لا لا خبيصه، قالت لي جيب لي بطاطا وكوسه. ايه خلص فهمت عليك شو بدك، خلص. الله يخلي لي اياك. مشان الله انسى. تليفون
خير شوفي في اثنين من التمييز فاتوا على الحارة عم يقصوا على الفرنساوية والفرنساوية لحقين وعم يقصوا عليهم يا لطيف وسكروا باب الحارة عقيد مين الدرك إنا لله وإنا إليه راجعون شو نعمل شيخنا هلا روحوا خبروا المخفر يا شباب انا بروح بخبره لا خليك عمي ابو حاتم انا اللي راح خبره لا حول ولا قوة الا بالله شو عم تقول الفرنساوي قتل ولد ورجال بحارتنا ونحن شو دخلنا شلون شو دخلكم مين بده يسلم الميتين لاهاليهم مو انت رئيس المخفر والله شو بدكم يانا نحن روحوا سلموا لاهاليهم لكن مين بده ياخذهم نحن هي شغلتكم سيدي شغلتكم وانتو بتعرفوا اهاليو وشو بيعرفنا مين هنين عم اقول لك الرجال والولد من برات الحاره انتو لازم تعرفوا مين هنين وانتو لازم تسلمون لاهاليو نوري شمال العناصر بسرعه حاضر سيدي انا سابقكم على الحاره رحمه الله عليه ما عرفتوا لمين هالولد بعده هيك يا رئيس المخبر شرب بعدك تعال ورا شو اللي صار يا ابو شاب شوفت عينك مين اللي قتله الفرنساوي يا ابو جودات وشلون قتلهم هيك يعني من دون سبب شو جاي تحقق معنا قلنا يا ابو جودات شو يا ابو شاب بدك يعني اخذ الولد والرجال يلي ماتوا هيك من دون ما اعرف شو الاسباب قلنا لك الفرنساوي اللي قتلون شو ما عم تفهم علينا ابو جودات عندي ضبط بدي كمله ولا بدك يعني اكتب شلون ما كان يعني بدي اعرف مين هدول وشلون فاتوا على الحاره ومين هن اللي عنا قلنا لك يا وخلصت بقى بدي اعرف مين هن بدك تكمل تحقيق يا ابو جودات والقتلة سايح دمه بالاراضي وانا راح كمل التحقيق هون هلا نوري بياخذهم خذهم يا نوري يلا لشوف حملوهن على شي طنبر وخذوهن على المستشفى شرفوا على المضافة ضرب من هون وانا واقف فين بدي كان برزوق والضرب شغال برا ولولا لطف الله لطف الله من عنده اجت البطيخة بالميزان قدامه مني والله كنت راحت برصاصة ببلاش يا فوزية خلصت ابو زيد الهلالي انا شو بدي اطبخ اليوم والله ما بعرف شو بدك تطبخي كله طيب من بين ايديكي روح اشتري لي خضرة جديدة هي البندورة ما عاد تزبط لا للمرت ولا للطبخ يلا قوم ارجع مرة ثانية على الحارة ايه والله بدك ترجع مرة ثانية على الحارة يا ربي شو بدي ساوي بحالي لك يلا بدي رجعت على قد من اول جديد دكان مرفوض عبس التحفيز ما بدي روح ني ان شاء الله بروح تحفيز على الجواز اللي تجوزته انه شو هالعشية هي مع مرتي فوزية يا ربي تخلصني منها وتبعت لي وحدة وضاي شفت لنا شي ولد ضايع لا اخي ما شفت اساسا نحن عنا هون بالحارة ما بضيع اولاد صغار اذا بدكم روحوا دوروا عليه بحارة تانية لا تعزموا حالكم هون روحوا من هون من هون هات يا الخنجة شريف مثل ما فهمتي لو بتطبق السما على الارض ما بتعتبي برات البيت شو قلت لي امرك ان شاء الله في بركه الحرب اقري الباب الله يستر يا رب الله يستر لك وينهم وين القتالين الاولاد الصغار وينهم لك وينهم الجبنة وينهم خليهم يطلعوا يواجهوا العقيدة بعرب وين الرجال اللي عندكم بالحارة ابعتوا لي اتخن واحد فيكم نحن رجال الحارة ولا؟ جاي تساوي هون بعرب؟ جايين نملس رقابكن واحد واحد عدل كلامك محفظ لسانك ابو عرب احسن لك هاي الرقبة ما بيشيلها الا اللي حطه ولا؟ ابو عرب استهدي بالله احسن لك والله واللي اسمه الله ما بنطلع من هاي الحارة غير ما اخذ بتارو 10 رجال منكم تار شو اللي بدك تاخده من حارتنا يا ابو ضاي؟ تار الولد اللي قتلتوه يا جبنة نحن ما قتلنا حدا الفرنساوي كان لاحق واحد ثورجي وطلعت فشكة وقتلت الولد طلعوا
حارب القرية اللي قتلتهم والحارة اللي ما بتحمي زوارة أولى حرقة هي ورجالها لهون وبس وشكلين ما بحكي هن كلمتين يا أما بتطلعوا من حارتنا بكرامتكم يا أما منطالعكم محملين هات ما بيرجع لحد تعلم عليك وعلى حارتها ما عاش اللي بده يعلم علي وعلى حارتي ورجينا مراجلك لشو علم عليك بس انت جبرتني خذ رجالك واطلع من حارتي احسن ما كمل عليك اطلع هذا هو شباب اذا كنت زلمه اطلع فرجيني مراجلك برات الحاره وينها اختك ماني مطلقه لحتى اكسر لك عينك انت وابوك لك ما فشلت يا واطي لك خسرت لك شو عم تسوي لك قوموا لك قوموا سويتوا مشي انا جاي مشانك اولاد اذا انا ما دخلني مين دخل اولاد شو في مالك مستعجل لا بس تاني مرة إذا بدي شوفك هون بالحارة بدي خلي ميمتك تولول عليك قوم خاطر قصة ما يلا كل واحد عن شغله قصيدة بعدين
مصابك مصابنا، نحن هيك مو هيك. في دار عم يعملوا حاتم، في دار. في دار مفردة كل شباب الحارة، هذا كله بيتعوض المهم السلامة. الحمد لله. الحمد لله اللي اجت بالمال مو بالعيال، الحمد لله. الله يعوض عليكم. توكل الله مسلاه. منيح اللي نقضت هيك. قسما بالله العظيم. أنا بنحط الرجال قوي مثل ما كانت. بعيونك ونحن كلياتنا معك. معلوم. بدر بدر ركز لي عدتك مشان الله، عم دور على رقبتك ما عم لاقيها. رح اشخط لك اياها بالموس. ها طول بالك سيد حسن، طول بالك. معلش معلش، افتح عيوني وارجع غمضهم. ايه معلش، بس لا كثير فتحهم وتغمضهم. إيه؟ لانه ممكن اشخط لك عدنيك بعد جوزة حلقك. ايه طيب طيب. لك بدر. ايه شو هدول السنين اللي بواجهتك؟ إيه؟ منخورين. إيه؟ شو رايك تخلع لك ياهم؟ لا الله يخليك، لا تخلع لي ياهم. بدي اخذ اذن قاضيه بالاول، خاف ما تعرفني بعدين. ايه اسالها ورد لي خبر. ايه على بس. يلا ركز معي. يلا. على مالك على مالك. لحق عقيد. شو في رياض؟ المختار ابو صياح ورجاله صاروا عندنا بالحاره. شو يا ابو شهاب؟ اهلين فيك بحارتك يا مختار. وين بدك تقعدنا عقيد؟ اذا ما وسعتك الحاره منحطك بقلوبنا. مطرحك مقبول يا ابو شهاب. ميت اهلين وسهلين بالمختار ابو صياح وبكل رجال حاره الماوي. ومثل ما بيقولوا الشام شامنا لو الزمن ضامنا. شرفوا سيدي شرفوا. تهو طريق يا رجال. لبين ما يطلعوا من الحارة هيك أمان. انت أنا كنت جاي يا أبو صياح براسي لعندك على الحارة عزيك بابن بنتك واشرح لك شو صار. لولا فوتت أبو عرب علينا اللي ما كانت فوتت ابن بلا. عزاكم عزانا مختار، واللي راح من عندكم نقص عددنا. الله محيينا باك يا أبو حاتم يا طيب. وعلى كل الأحوال العمر إلك. وشو بتريد للصلحة نحن حاضرين. بدنا عرف رجال يا عقيد. والولد ديته جاهزي. بس على أساس شو بدك عرف رجال يا أبو صياح؟ دم الولد بتحملوا حارتكم. بس نحن ما قتلنا حدا. نعتبره بالغلط يا عقيد. إذا بالغلط ليش لحتى تحملونا دمه للولد ونحن ما قلنا ذنب فيه؟ معناتها هيك ما رح يصير صلحة. صلحة على باطل مو عدل بنوب يا أبو صياح. لو يسمح لي المختار والعقيد احكي. شرف استاذ ادهم شرف. هلا الولد ما مات بحارتكم يا عقيد؟ اي نعم، وكان اهون علينا انه ينصاب 10 رجال من حارتنا وهالولد البريء ما يصير له شيء ولا ينخدش. بس امر الله. وراح منقول الولد ضاع دمه بين الدرك وبين الثورجيه وبين رجال حارتك اللي ساعدوا الثورجيه. مشي شان هيك بيطلع عليكم الديه والصلحه، لانه رجال حارتك ما انتبهوا للولد. الحق حق، والدية اللي بتريدوها رقبتنا سدادة. فشو المطلوب يا أبو صياح؟ فكروا أنتوا ونحن منفكر. وبكرة قبل الظهر ملقانا عندكم بالحارة. فكرتوا بالدية عقيد؟ نحن حاضرين للي بدك يا مختار، من المال للدم. وشو هي الدية اللي بدكم تقدموها؟ دية جاهزة يا رجال. روح يا بروح.
ابن مين هذا الولد؟ انا ابوه، ومحسوبك خال امه اللي لزم بصياح، ونحن كلياتنا اهله ونحن اخواله. هي وصلت يا ابو شهاب، الله يحميه ويخليه لاهله. الكبير طول عمره كبير يا ابو صياح، والدم ما بيصير مي. الله محيي منبت اصلا. افتحوا قلوبكم وابوابكم لرجال حاره الماوي يا رجال، وحارتنا مفتوحه لرجالكم، واللي بيصير على واحد من حارتكم بيصير علي انا. قوم خالي قوم. حيوا يا رجال، حيينا. حيوا يا رجال، حيينا. حيوا المختار، بلشت تشتغل. شو صار بالشاي يا فوزية؟ يبعت لي حمى يا ابن عمي، تأخرت عليك، لا تواخذني، طمني شلون الأرجيلة؟ دقيقة 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 لضحك. ماشي حالة ماشي حالة، العمى قلت رح اختني. اتفضل ابن عمي، حط الشاي هون. هي حطينا الشاي هون. أبو بدر شوي، هات البشارة. اللي بشارع على شو؟ احذر. شو بدي احذر؟ شو بدي احذر؟ القطة تبعنا جابت 7 قطات. لا بس قربت قربت قربت. شو؟ شو؟ الحسود تبعنا هرب من القفص تبعه. لا بعدت. بدر تنقص نانو. يا اسمعوا على هالسمعة، بدر تنقص نانو من 7 سنين. شو بنا ابو بدر؟ فتح مخك. شو هالحكي؟ ما حدا قال لي. ليش ما طعمتوني سليقة؟ هلا وقتها، خلينا بالقصة تبعنا. لك شو هالحزيرة؟ شو هالحزيرة؟ والله عجزت فوزية، والله عجزت. ابو بدر انا حبلي. شو انت فوزية؟ مثل ما عم اقول لك ابن عمي، انا حبلي. شو عم تقولي ولا فوزية؟ يا شب انا ما عم تسمع، عم اقول لك انا حبلي. اتضربي انت وعن خبرية. شو هالحكيات؟ هاي حزينة هاي فوزية؟ لك شو ابن عمي؟ لك انا مالي عامل حسابي فوزية، مالي عامل حسابي. الله يصلحك على هالعملة، كنتي تعجليها شوي. يو شو بدي اجلها ابن عمي؟ يلا ماشي الحال، نزعتي علينا شرب الارجيلة والخبرية تبعك، رح امرق لك اياها هالمرة. لا او شو؟ هات لي بشارة يا أب بدر. ولك أنا الحق عليني، قلت لك مفكرة حالي قاضية غرام. لك يا فوزية، لا تعملي فيني مثل هذيك الخطرة لما فيعتيني من نومي بنصوص الليالي وبعتيني جيب لك الداية أمزكي. وآخر شيء قال شو؟ مبروك إجاك ولد، وأنا مالي خبر إنه أنت حبلة، كل فكري عم تسممي. شو الحكيات؟ شو الحكيات؟ مو حلو هالحكي، ما كان العشم يا فوزية، ما كان العشم. اسمعوا علي اسمع اسمع، أبو بدر تعال هون. سمو أبو بدر، الله يسلمك. مرحبا سيد ريان. أهلين وسهلين أبو بدر. شو ها؟ هذا ملبس. ما اختلفنا ملبس، بس لشو هالملبسة؟ والله والله خجلها منك، مستحي لك. لك ليش حتى تخجل وتستحي لك أبو بدر؟ فوزية حبلة. مين هاي؟ مرتي مرتي، ما بتعرفها؟ إيه سيدي، ها ان شاء الله ابير باب عزك ودلالك. لسه ما ولدت امك سيد رياض، لسه ما ولدته. يا سيدي معناتها الله يقيمها بالسلامه. لسه بكير عليها كثير سيد رياض، كثير بكير. لا والله حيرتنيك يا ابو بدر، شو بدنا نحكي لك؟ اخي مبروك على حبل مرتك فوزيه. يخرب بيتك من حالك، ولا رياض شلون بتجي تصير حمدي فوزيه على لسانك؟ اه لك شو بدي لك يا ابو بدر؟ صحيح انك ما بتستحي يا عليل التربايه، يا عمي شو عليك؟ حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولك أنت ذات نفسك بتريد حدا يجيب سيرة حرمتك بالحارة؟ احكي ولا؟ لا. لك ليش عم يجيب سيرة حرمتي فوزية على لسانك؟ أولعك، ما عندك حريم، ما عندك غلط، يخرب بيتك من حالك.
لك شوفي شوفي يا بدر شوفي رياض، هذا رياض عم يجيب سيرة حلم تيفازية. رياض صحيح الحكي؟ أعوذ بالله عمي أبو بشير، كل اللي صار ضيفني ملبسة وقلت له ألف مبروك على حمل مرتك. كمل كمل كمل، قول اسم مرتي فوزية. لك قول أولاد كذاب يا عم الشوم عليك. الله وكيلك عمي أبو بشير، ما صار إلا اللي حكيت لك يا. هلا بدر أنت ليش عم توزع الملبس؟ بمناسبة شو؟ مرتي فوزية حبلي أبو بشير. إيه إن شاء الله ألف مبروك يا بدر وتقوم مرتك بالسلامة. شايف الناس المرباية واللي بتفهم ما جاب سيرة مرتي فازية على لسانه منهم يا قليل الترباية. خلاص بدر روح ضيف الناس بقى وإن شاء الله ألف مبروك. الله وكيلك يا أبو بشير، ما حكيت معه كلمة برات الطريق. بعرف بعرف، هذا أبو بدر على نياته وعلاته بياخدوا بيعطوا، لكن حدا بوزع ملبس لأنه حبلت مرته ولساته بالشهر الأول. السلام عليكم. وعليكم السلام عمي أبو بشير. هون ابو سعود كل هالملبسه يا اخي ما بدي. ليه اخي؟ لو بيفهم كان ضيفني. ولك يقبرني اللي خلقك شو معدال. مرحبا ابو العز. اهلين. اتفضل خذ لك حبه ملبس. مشان شو؟ مرتي فوزيه حبلي. هلا جارتنا مرتك فوزيه حبلي؟ ايه. وعم توزع ملبس لأنه مرتك جارتنا فوزية حبلة ولا؟ ايه. ما توزع كراوية بفرد مرة؟ لا سيد معتز، الكراوية بتبقى بتوزعها مرتي وقت اللي بتفطم الولد، ببقى بجيب لك زبدية. لك حتى حبة خلصنا. هات إن شاء الله تقوم بالسلامة. مين هاي؟ مرتك جارتنا فوزية. أقسم بالله العظيم مصيف. يا أضامي مغبارة، يا أضامي ناعمة، وزوزي لما نغبرها كنت بجنبه نايمة. وشوف عيني شوف، شوف رح يشوف، شوف عيني شوف، شوف رح يشوف، شوف حركاتي الناعمة. الله يرحمك يا أمي، شو حبطتيني يا غاني وقت تروح أحضر لك استقبالات النسوان. أصلاً من يوم اللي متي ما عدت حضرت لا استقبال. أبو بدر شو يا عيوني انتي؟ يا شو لسه ما خلصت شطف أرض ديار؟ تكة واحدة وبخلص. أنا جوعانة يا ابن عمي. ما عاش الجوع، إن شاء الله بتقبري عظامي. هلأ بخلص شطف أرض ديار وبروح بقشر لك بطاطا وبخرط لك بلدورة مشان أطبخ لك سلطة يا عيوني انتي. ايه بسرعة ابن عمي بسرعة، حاكم الولد عم ينفس لما ما عم يتنقرش كل ساعة والتانية. ايه على راسي وعيني يا عيوني. بدك تسلم عيونك يا عيوني عيوني. اخ دخلكم. القصة كبرت كثير يا رجال، والسلاح وقت عازته بيعادل الروح، منشان هيك كل واحد يدير باله على سلاحه. خلي هاي معك، ما بقى لا يصل أبو حسن ورجاله. أنا مالي سلاح أكيد. سلاحك إنك تضل بعيادتك يا حكيم، وفهمك كفاية. أمرك عقيد بالإذن. حكيم مرني عمي أبو حاتم. مرت عمك اليوم ولادي، خلي بالك معه الله يرضى عليك، وإذا صار لي شيء العيال بأمانتك. ما هو يا عمي؟ قول يا رب. يا رب. خليل خليل. شو عصام؟ معتزوا أبو حسن ورجاله وصلوا خليل. قولوا الله يا رجال. يلي بده يتحدى هي الحارة من قدم، في مين بيحمي الدار بالحق يصون حدا. يلا عيني عم عيرها عم عيرها عيرتها عيرتها. يلا
يلا ورجيني يا رب دخيلك. لا اللهم صل على النبي. هبط هبط اربط مفاتيح النظارة يا واطي. هات مفاتيح. اعتز. هات. شوفوا شغلكم خالي. أمرك خالي. اعتز. تركي يا أخي. هذا من حصي. خذوه اطلع لك. فرجوا الشباب. حسن. شبابك معيتك فك أسره. ولو يا أبو شهاب هدول بلادنا. وصلت لك عديد. يا رب. يلا شباب حركوا بسرعة. يلا دكوه جوا. وانت يا أدهم أنا راح أضل وين بحارة. إذا خلي هذا معك يفيدك. قول الله délai de 5 minutes pour ouvrir cette porte et vous rendre. معكم مهلة خمس دقائق لفتح هذا الباب وتسليم أنتم. Sinon j'ordonnerai l'artillerie de détruire complètement ce quartier sur votre tête. Lâche que vous êtes. وإلا سأعمل سلاح مدفعية بهد الحارة فوق رؤوسكم أيها الزبناء. شام شامك شام شامك ولوس من ضامك يا أبو شهاب. ولوس من ضامك يا أبو شهاب. بك يا شام مو من شيمته الاستسلام. بدها مال المال بيحضر. بدها رجال الكل استنفر. وان ما كبرت ما رح تصغر. وحياة عيونك يا شام.